فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن لفظة المخيط التي يذكرها الفقهاء ليس عليها دليل من الكتاب أو السنة. هذا ما يعرف الدليل من الكتاب والسنة. الرسول يقول ولا يلبس القمص، وش هو القميص؟ ما هو بالمخيط، ثوب. سبحان الله، الواحد الله يعافينا يهدم الأحكام الشرعية بجهله، ما يدري، ما يعرف القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس القمص ولا السراويل، ويقول ما عليه دليل المخيط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على الإنسان يتقي الله ولا يتكلم بغير علم ولا يتعالم ويضل نفسه ويضل الناس، لا يتكلم إلا بعلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أكبر من الشرك هذا، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم الجرائم، أنك تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الإنسان أنه يحترم نفسه ويحترم دينه، ولا يتكلم إلا بعلم، ولا يخطي العلماء يقول ما عندهم دليل. أنت اللي ما عندك دليل، وأنت اللي ما تعرف الدليل. نعم.